الاختلاط هنا على مستوى مربع العمليات ثم الانطلاقه في هذه الهجمه العكسيه ربما من جانب نادي ريال مدريد والانطلاقه من ايكوين. ايكوين يبحث عن المساحه يبحث عن الفضاء من اجل التالق والتقدم من ايكوين. ايكوين ايكوين والتهيئ ومارك وجول اول في المباراه ياتي لمزرعه نادي ريال مدريد عن طريق دلاريد العائد من جديد الى القلعه البيضاء هنا يمنح التقدم لنادي الرياض بعد مجهود ولا اروع ولا احلى من الجناح الطاهر ايكوين اللاعب الارجنتيني الذي صنع كل شيء. لاحظوا هذه الهجمه العكسيه لاحظوا التوغل لاحظوا التقدم لايكوين وهنا العرضيه وهنا التمريره في اتجاه دلاريد واللمسه الاخيره اعطت الهدف الاول لمصلحه الريال والبدايه مع بدايه الشوط الثاني جاءت من قدم دلاريد بعد المجهود الكبير للاعب ايكوين من الجهه اليمنى. اذا الهجمه العكسيه اتضحت الفراغات الدفاعيه هنا الكره بتعود من جديد في مكان تسديده قويه الله هدف سوبر في يوم سوبر في ليله سوبر من فريق سوبر من لاعب سوبر دلاريد في مدريد دلاريد في مدريد ومدريد يقولها بالفم المليان هل من مزيد هل من مزيد يا مدريد هل من مزيد من البطولات 3-1 هدف سوبر هدف ملكي للملوك يا الله ماذا أشاهد من يصدق الريال بتسعة وكان siempre soñé con ser futbolista y poder algún día triunfar con la camiseta del Real Madrid el club más grande del mundo. Es el equipo que me ha visto crecer desde Benjamines y en el que hoy anuncio mi retirada de los terrenos de juego. Un problema en mi corazón me obliga a dejar el fútbol en activo, pero mi corazón sigue latiendo en madridismo. Quiero dar las gracias al club por esta oportunidad que me da. También a mi representante, a mi familia, con mucha mención especial a mi mujer Tania. Y a mis dos hijos. Y quiero dar las gracias al fútbol, aunque por mucho tiempo espero que sea parte de mi vida.